السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني المتوسط من مدرسة الأكنان الأهلية، اليوم عندنا موضوع كلش سهل ألا وهو تطابق المثلثات. تطابق المثلثات عندنا به ثلاث حالات، يعني مثلثين راح نشوف شنو نوع التشابه بيناتهم. تطابق المثلثات أولا أنه يتطابقون ثلاث أضلاع، هاي الحالة الأولى. يقول تطابق الأضلاع الثلاثة، يقول يتطابق المثلثان، يعني من أقول شو وقت أقول هاي المثلثان متطابقان. عندنا ثلاث حالات. أول حالة يتطابق المثلثان إذا تطابقت أضلاع المثلث الأول مع نظائرهما من المثلث الثاني. زين شلون يعني؟ شوف المثال، منطيك هذا مثلث وهذا مثلث، هذا عندكم بالكتاب مالتكم صفحة 10. يقول الضلع أي بي باء، هذا الضلع أي بي ينطبق مع الضلع اي بي فتحه. شنو يعني اي بي فتحه؟ يعني المثلث الثاني هذا اي بي فتحه. شوفوا ايش قد قياسه منطقيه 7 سنتيمتر، وهذا بالمثلث الثاني اي بي فتحه هم 7 سنتيمتر، او اي بي داش هم 7 سنتيمتر. هذا شنو نسميه؟ مثلثين. هذا الضلعين شبيهم؟ متطابقان. ليش متطابقان؟ لانهما متساويان بالقياس. طبعا هاي العلامه تقريبا يعني، اوكي. فهنا حتى أقول هذا المثلث لازم ثلاث أضلاع تتطابق حتى أقول هذين المثلثين يتطابقين بالحالة الأولى. زين أجي على هذا الضلع اللي هو بي سي، إيش قد قياسه مطينا يا 5 سنتيمتر، وبي سي داش إيش قد 5 سنتيمتر. إذا أقول الضلع أي سي، هاي العلامة عنات الضلع، ينطبق على الضلع أي سي داش. ليش؟ لأنهما متساويين بالقياس، هذا السبب. أيضا الضلع بي سي اللي هو هذا البي سي 5، يعني العفو الضلع اي سي، اي سي هنا اي سي دا اي سي يطابق الضلع اي سي داش لانه متساوي، لان هذا 8 وهذا 8. بالمحصله اي ان هاي العلامه للمثلث، المثلث اي بي سي هذا المثلث الاول يساوي او يطابق المثلث، مثلث شنو؟ اي بي سي داش، اي بي سي داش يطابق هذا المثلث الثاني. تمام، هاي العلامة يساوي فوقها تقريبا يسموها علامة التطابق. تمام، فمن تشوف هاي معناتها التطابق، يعني الضلع اي بي يطابق الضلع اي بي داش، والضلع اي سي يطابق اي سي داش، والبي سي يطابق بي سي داش. بين قوسين من أقول له هذا المثلث يطابق هذا المثلث لازم أقول له السبب ليش طابقوا. هناش مكتوب ضاد ضاد ضاد، يعني ضلع ضلع ضلع. هاي بالإنجليزي، إحنا خلني نقول بالإنجليزي S S S نرمز لها. تمام، يعني ضلع ضلع ضلع، هذا الطابق الأضلاع، الطابق الأضلاع الثلاثة. زين الحالة الثانية شنو؟ الحالة الثانية هي تطابق ضلعين والزاوية المحددة بينهما، يعني أكو ضلعين متطابقين والزاوية بيناتهم، يعني مو هاي الزاوية ولا هاي الزاوية، مو هذا يطابق هذا، هذا يطابق هذا، وهذا يطابق هذا، لازم هاي الزاوية يعني المحددة بينهما. شو يقول؟ يقول يتطابق مثلثان إذا تطابق ضلعان وزاوية محددة بينهما مع نظائرهما من المثلث. ايش اقول؟ الضلع اي بي يطابق الضلع اي بي يطابق الضلع اي بي داش، هاي هذا الحكي مالته. والضلع بي سي يطابق الضلع بي سي داش، وهاي علامة التطابق، عندكم بالكتاب واضحة كلش يعني، فقط انقلوا اياها بالدفتر كملخص تفيدكم بعدين. زين الزاوية شو شنو السبب؟ هسه هذا مو منطيني، ما قايل لي هذا يطابق هذا، حتى ما منطيني. هسه واحد يسأل يقول ليش هيجي؟ هذا شوف اثنين باثنين بواحد بواحد، يعني هذا يساوي هذا وهذا يساوي هذا. تمام، مو اللي شرط يكتب لك قياس. فأنا الزاوية اي بي سي، يعني هاي الزاوية تساوي او تنطبق، هو نفسه تنطبق على الزاوية اي بي سي، هذا التطابق. هذا رمز شنو؟ رمز الزاوية، مثل ما أخذناه بالموضوع الزاوية.
إذن الزاوية ABC تنطبق على الزاوية ABC ده. أي أن بما أنه عندي ضلعين منطبقين وزاوية، أي أن المثلث ABC يطابق المثلث ABC داش. شنو نوع التطابق؟ SAS، يعني ضلع وزاوية وضلع. SAS يعني ضلع بزاوية بضلع. المثال الثالث، احنا ايضا عندنا المثال الثالث على تطابق زاويتين والضلع المحدد بينه. هنا شنو راح يطابق؟ احنا اخذنا اول حالة تطابق ثلاث اضلاع. الحالة الثانية اخذنا تطابق ضلعين والزاوية المحددة بينهما. هسا راح ناخذ تطابق ضلع واحد وزاويتين والضلع المحدد بينهم، يعني زاويتين والضلع بين الزاويتين، يعني مو هذا الضلع ويا هذا الضلع، لا، هذا الضلع بهذا الضلع اللي بين الزاويتين، تمام؟ فيقول يتطابق مثلثان إذا تطابق الزاويتان والضلع المحدد بينهما الواصل. شوف في الشكل المجاوم نفس الشيء، على الشكل كله دا أحكي. هذا الضلع راح أقول له الضلع شوف AC ينطبق على الضلع AC داش، عادة أخر مو لنفس الهاي، تمام؟ إذن ينطبق. الزاوية AC من أريد أقرأ هاي الزاوية، C يصير بالنص، ACB تنطبق على الزاوية ACB داش، أقول متطابقة. والزاوية BAC BA يعني اللي يحكي على A، أو CAB عادي، BAC تنطبق على الزاوية BAC داش. إذن أيوة إن هناش تطابق SA يعني شنو؟ زاوية بضلع بزاوية، يعني متطابق عندي زاويتين وضلع، تمام؟ مفهومة ذني؟ عندك هذا المثال يقول جد قيمة X التي تجعل، شوف أول شيء رد قيمة X، هو الأهم قيمة X شو تطلعها بابا. يقول هذا المثلثين، هذا المثلث هذا المنا وهذا المثلث متطابقان. يقول إيش قد قيمة X اللي تجعل هذا المثلثان متطابقان؟ شوف إحنا مش هذا يطابق هذا الضلع، هذا الضلع هو نفسه هذا الضلع. من شروط إنه الضلعين متساويين، يعني طول هذا هو نفس طول هذا. فش راح أقول باور؟ راح أقول طول هذا اللي هو 3X ناقص 9 شي يساوي قيمة هذا اللي هو الثلاثة، يعني طول الضلع هذا اللي هو HI هو نفسه طول الضلع GH. ليش؟ من خواص التطابق، هذا ثلثين متطابقين، إذن أضلاع ذنش بهم متساوي. فش راح أقول هنا هسه شغل عادي تعرفوه أنتو، راح أحول التسعة هنا، راح أقول 3X يساوي 3 سالب 9 شو تصير؟ موجب 9، 3X يساوي 3 زائد 9 12، هاي على 3 وهاي على 3، الثلاثة ويا الثلاثة تروح، الإكس شو يساوي؟ إذا طلعت قيمة الإكس شقد؟ 4. خلاص سهل هذا، هاي ما بيها كل شيء، فقط إنه من يقول لك شقد ما يريد يفرض لك، هذا يساوي هذا، هذا يساوي هذا، تمام؟ طول الضلع هذا هو يساوي طول الضلع هذا، طول الضلع هذا يساوي طول الضلع هذا، ما بيه شيء، سهل؟ سهل. نجي يقول إذا كان قياس الزاوية HIG، تعال علي HIG هاي الزاوية يساوي 87، زين احكي لي قد قياس الزاوية HGJ هاي الزاوية قد قياس؟ إذا هاي 87 درجة، يعني هاي قد نفس الشيء ما دام متطابقان، هاي تكتب له من خواص التطابق نفس الشيء. زين يقول إذا كان قياس الزاوية IGH يعني هاي الزاوية، زين يساوي 30، هاي 30، يقول فما قياس الزاوية HG؟ إذن هاي شقد هاي؟ فهمي 30 نفس الشيء، ليش؟ من خواص التطابق، مفهوم علي؟ سهلات تقروهن زين وتركزون عليهن نفس ما موجودة، الأمثلة كلها موجودة عندكم بالكتاب،
وتحلوا لي التمارين، تمارين كلش سهلة ما بيها أي شيء، يعني مو فد صعبة، حلوا لي إياها وأي مشكلة إن شاء الله نحلها سوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.